وسط ترحيب عربي وخليجي بالإعلان عن اتفاق الأطراف المتحاربة في اليمن على وقف إطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة، تطفو على سطح تساؤلات حول مدى التزام المتمردين الحوثيين بهذا الاتفاق في وقت يستهدفون فيه الملاحة في البحر الأحمر بحجة دعم غزة ضمن مساعيهم للبحث عن شرعية مفقودة، وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف في السعودية وسلطنة عمان، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن أنه يرحب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة تشمل دفع جميع رواتب موظفي الخدمة المدنية وفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها المتمردون وأجزاء أخرى من اليمن واستئناف صادرات النفط. ويرى محللون أن الآمال ضئيلة في تحقيق سلام دائم، فيما يبدي آخرون تشاؤما إزاء آفاق إنهاء الحرب في اليمن. ومنذ اندلاع الحرب على غزة يشن الحوثيون هجمات استهدفت عددا من السفن والناقلات في البحر الأحمر بذريعة دعم القضية الفلسطينية، بعد أن فشلت ضرباتهم باتجاه إسرائيل في إصابة أهدافها. ويؤكد خبراء أن الأعمال العسكرية التي يقوم بها الحوثيون تعيق التقدم نحو حل سلمي، إذ تحولوا إلى معتدين يستهدفون الأصول المدنية. ومنذ أكثر من عام يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات عندما بدأ الحوثيون انقلابهم، وذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة حيز التنفيذ، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال العدائية، وانتهت الهدنة في أكتوبر من العام الماضي، غير أن القتال لا يزال معلقا إلى حد كبير. ولا تزال البلاد تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 21 مليون شخص، أي ما يعادل ثلثي السكان تقريبا، يعتمدون على المساعدات.